المواطنون الفقراء البسطاء من اجل انهم يبيعون شيئا من البقدونس والبندورة والفواكه على بسطاتهم او على عرباتهم من اجل قوت عيالهم، فتنزل اليهم دوريات البلدية وكأننا في تل ابيب، يضربون ويخربون ويكسرون على رؤوس الفقراء فقط يا قائد الوطن. والاغنياء الذين يتاجروا بالمخدرات هناك من يحميهم، والمافيات المنظمة التي تسرق المليارات هناك من يحميهم. يسكت عنهم يا قائد الوطن بسطة يباع عليها سيديات دعارة وحبوب مخدرة تترك، وبسطة يباع عليها بقدونس وبندورة من اجل قوت صغار تكسر على رأس صاحبها وتداس بالاقدام. يا قائد الوطن، المترفون والمسؤولون يرفعوا ابنية وعقارات وقصور لا يقال لهم لما، ولا يطبق عليهم قانون الهدم، وفقير يبني غرفة من اجل ان يأوي صغاره تهدم فوق رأسه. يا قائد الوطن، يا قائد الوطن، من يقول كلمة الصدق وكلمة الحق تصل اليك اوراقه وهو المخرب، وهو الذي يريد ان يعيث فساده. ومن ينافق ويدجل ويسكت عن الاخطاء ويرضى بدمار البلد من الداخل فهذا توزع عليه اوسمة الوطنية بغير حساب. يا قائد الوطن، اقف وقفتي ولا ادري اقف بعدها ام لا، ولكن اقول لك ان بلدك وثقت بك، وان شعبك بايعك بصدق، ويحتاج منك وقفة عمرية، ويحتاج منك صدقا وانصافا وتجردا للشعب المسكين الذي ما زال يتأوه سنين طوال. يا قائد الوطن، اعلامنا اعلام مقاوم، وليس مستوى اعلامنا مستوى اعلام المقاوم، انه اعلام هزيل هزيل، مساحة الجدية فيه ضئيلة، وانما يمضي ساعاتنا بالعبث واللامبالاة والامور التي لا تقدم ولا تؤخر. يا قائد الوطن، كل فرد في بلدك، كل مواطن رجل وامرأة احبك، احبك بصدق لانه رأى فيك عدلا، ورأى فيك املا، ورأى فيك حقا، ولكن ما زال هؤلاء يعانون، وما زالوا يشكون، وما زالوا يتأوهون، وانا اعلم بان موجة اصلاحك قادمة، فعجل بها يا قائدي، عجل بها وشعبك ينتظرك. يقول لك بالروح بالدم ليس كلام ولا شعارات، ولكن سيبذل روحه ودمه في احرج الاوقات واصعب اللحظات. انه لك فكن له، ان شعبك معك فكن معه. يا قائد الوطن، هذه شكوى ابثها وانا الامن في سربي، المعافى في بدني، عندي قوت يومي لا اعاني اي شيء ولا اشكو من اي شيء، ولكنها لا بد ان تقال باسم كل مواطن لا يستطيع ان يقول، وباسم كل فرد يعجز عن ان يوصل مظلمته. وكم وقف بين يدي مئات تذرف دموع الظلم من اعينهم فتحرق كبدي لما يقع عليهم من بعض الفاسدين والمرتشين والمخربين. يا قائد الوطن، بايعناك ونحن على البيعة، وننتظر منك وعودك، واول ما ننتظر سيف الاصلاح يبتر رؤوس من تبقى من الفاسدين. اقول قولي واستغفر الله.